السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أخواتي بغيت نحضر معكم شوية ديال الطعام بالطريقة ديالي. دوزي معايا الطريقة، وباش غنحضر هاد الكسكسو إن شاء الله غنديرو بالخضرة. دابا عندي هنا كيلو ونص نتاع الكسكسو، ها هو نتاع الكسكس. درت أنا داري، درت كيلو ونص هنايا، غنديرو أخواتي بالخضرة. دابا غنوريكم غير الطريقة نتاع الكسكسو. درت شوية الزيت هنا، درت شوية الزيت، ومن بعد غنوريكم شنو باش غنديرو. كل واحد الطريقة ديالو، هنا كلشي كيعرف الكسكسو، كلشي كيديرو، غير كل واحد الطريقة ديالو. غير بغيت نشاركها معكم اخواتاتي. انا الكسكسو ديالي كنغسلو ماشي كنرشو، كنغسلو مزيان بالماء، ما تخافوش منه، ما كيتعجن ما والو. انا كنغسلو بالماء دائما، هذه هي الطريقة باش كنديرو. كنديرو اخواتاتي كلشي قدامكم، غنصفي غنصفي اخواتاتي الكسكسو ديالي هانتوما، وما تخافوش منه، ما كيتعجن ما والو. انا كيعجبني نغسلو. هانتوما اخواتاتي، غنخلي دابا الكسكسو ديالي على ما يشرب شويه. ورا درت البرمه ديالي كتسخن باش يطيب الماء، وغاي يشرب شويه الكسكسو ديالي، وغنوري لكم الطريقه كيفاش، وغندوزو باش غنقولو نوري لكم باش غنحضر هذا الكسكسو ان شاء الله. هانتوما خواتاتي، من بعد ما الكسكسو ديالي هانتوما كتشوفو، هانتوما راه شرب، اللي كيتزك تبارك الله كيزيد. دابا جبت الكسكس ديالي، راه درت البرمه ديالي هاكا كتغلي. دابا خواتاتي غندير الكسكسو ديالي تفور، وندور وندوز معكم الطريقه ديال النصيب. دابا بغيت نسبق من الكسكسو، اذا نديرو نربيه تفور، ومن بعد غندوز معكم الطريقه ان شاء الله النصيب. ندير الكسكسو ديالي تفور، هانتوما خواتاتي كندير كلشي قدامكم. بغيت ندوز الزيت بنادي، ما تخافوش من الكسكسو، واخا تهزقوه ما تخافوش منه، هنا كاين غير اللي كيرشو. انا هنايا نقول لكم، انا كنبغي الكسكسو فان، ولكن هنا خلطتو اخواتاتي، درت شويه فان، درت شويه مويان، هنا عزيز عليا انا الكسكسو فان، وكاين اللي كيبغي الغليظ، وانا خلطتهم بجوج، درت شويه غليظ درت شويه فان. انا غير بغيت نقول لكم كل شيء باش ما تعرفوش تقولوا، انا نقولوا باش ما قلتيش الطريقه هذه الماركه باش درتو. خلطتو اخواتاتي، انا درت الغليظ والرقيق، كيجي زوين. ما كاين اللي ما كيبغيش الرقيق بزاف، انا داك الرقيق انا زيد عليا، ولا كاين اللي كيبغي غير السفه، واللي بالمرقه وكيبغي يديروا كيدير كامل الغليظ مويان. انا كيعجبني الرقيق، تا ولادي مولفين كيبغيو الرقيق ما كيبغيوش داك الغليظ. دابا اخواتاتي هانتوما غندير الكسكسو ديالي الفور. هنا عندي زوجة أخرى، هنا خواتاتي عندي الكاز من جهة أخرى، ما نقدرش نصور كل شيء. دابا غندوز معاكم الطريقة ديال النصيب. هنا خواتاتي بعد ما رجعت معاكم غنصب قدامكم. غنحتاج هنا شوية اللحم، أنا عندي هنا نقول لكم جوج كيلو ونص ثلاثة كيلو ديال اللحم ديال البقري اللي عندي هنا. هانتوما خواتاتي غنصب قدامكم. ما نقدرش نعطيكم المقادير، انا كل واحد على حسب الافراد اللي عنده. انا عندي هنا تكون 3 كيلو ديال اللحم، ما نكذبش عليكم، هنا كنديروا بلا عبار. غنحتاج اخواتاتي واحد المعلقه ديال الزنجبيل اللي عامره، غنحتاج البزار، كاين اللي كيقول الفلفل الاسود، معلقه كبيره الملحه اخواتاتي على حسب الذوق. انا درت هنا معلقه، هنا على حسب الشيء اللي غندير، كل واحد المقادير ديالو. حتى شويه ديال الزيت البلدي اخواتاتي، هنايا ما كنكثرش الزيت، هنا من بعد غندير شويه ديال السمن. طعام
كنحتاج اخواتاتي شويه دمو لوين، زعفران كل واحد في كيسميه. انا هادشي باش كنصب الطعام ديالي. انا هادشي اخواتاتي باش كندير الطعام ديالي، هادشي باش كنصبو. كاين اللي كيدير كل واحد باش كينصب، كاين اللي كيدير الخرقوم، كاين اللي كيدير انا شفت الناس كاين اللي كيدير الكامون في الطعام، كاين اللي كيدير الاخر راس الحانوت. انا عندي الناس كنعرفهم كيديروا حتى راس الحانوت في الكسكسو. انا ما كنديرش هذا الشيء، كنديروا داك الشيء اللي ولفنا باش كان كينصبوا والدينا، وداك الشيء اللي كنديروا حتى حنا. غنقسم معكم اخواتاتي واحد جوج بصلات هنايا، هذا هو النصيب ديالي انا، كل واحد باش كينصب. هنا هذاكشي باش كنوريو لبناتنا ولخواتاتنا كلشي. هنا كل واحد وطريقتو، تبارك الله كلشي كيعرف يطيب، كلشي كيعرف، راه ماشي شي دابا كلشي بنادم راه كلشي كيعرف يديرو. حنا كنوريكم معكم غير طريقه سهله اللي يقدر كلشي يديرها، البنات الصغار اللي ما عارفينش. حنا كنوريو اللي كعاد مساكنات باديين اللي كيغلبهم الكسكسو ما كيقدروش عليه بالسخونيه ديالو كلشي. هانتوما خواتاتي، هذا هادشي اللي غنحتاج هنايا في النصيب ديالي. ونوري لكم الخضره، غندير دابا الكوكوت ديالي الطيب. الخضره انا كنحتاج غندير قبيطه نتاع القزبر، غنحتاج القرعه، كنبغي الدنجال درت هنا وحده غنقطعها على جوج، شويه ديال الفلفله خضراء هكا، واللي عنده الحاره يديرها، انا ما راهاش عندي. وكتعجبني حتى الفلفله حمراء في الكسكسو، ما كايناش، كتلق واحد البنه زوينه. كنحتاج خيزو، ها هو اللي صغبت هنايا معكم، راه كلشي كيعرف ينقي خيزو. كنحتاج اللفت، نقول لكم انا هنايا ما نقدرش نعطيكم المقادير، لانه كل واحد والافراد اللي عنده. هانتوما كنحتاج شويه ديال الحمص، واحد زلافه ديال الحمص، شويه ديال الفول، هادشي اللي غنحتاج في العلمقه ديالي، شويه ديال مطيشه ديال الحب كتعجبني انا في الاخر، نديرها معكم هنايا. كنحتاج شويه هكا، هادشي اللي غنحتاج في الكسكسو ديالي. دابا غنرد البرمه ديالي الكوكوط ديالي يطيب، ومن بعد ان شاء الله كان حتى كيطيب اللحم، انا كندير اللحم يطيب. ملي يطيب اللحم اخواتاتي كنحيدو وكنرد الخضره عاد في بلاصتو، ولا كنحيد ديك المرقه نديرها في واحد الطاوه واسعه باش ما الخضره كتبقى لي صحيحه. واحد الحبه د مطيشه غير اختاريه، اللي بغى يديرها غير صغيره غنقطعها هكا، اختاريه اللي طيب يديرها يديرها، اللي ما بغاش ما كيديرهاش. كاين اللي كيدير مطيشه د الحك، انا كتعجبني مطيشه د الحك، اللي ما بغاش كيديرها ما كيديرهاش، كيدير غير هادي. كل واحد اخواتاتي والنصيب ديالو. دابا انا غير بغيت نوريكم الطريقه ديالي، وكلشي كيعرف تبارك الله ينصب. واخواتاتي دابا غندير الكوكوط ديالي يطيب، ومن بعد نرجع معكم ملي نبغي ندير الخضره ديالي. هانتوما اخواتاتي، من بعد ما رجعت معكم التفويره الاولى، ها هي الكسكسو ديالي تفور التفويره الاولى. دابا نوري لكم البنات الصغار اللي ما عارفينش، نشارك معكم كل شيء، لكم الطريقه. راكم عارفين الكسكسو كيبغي ثلاثه التفويرات، هذه هي الاولى. اخواتاتي غنرش الكسكسو ديالي بالماء، الماء كل واحد، انا كنبغي الكسكسو يجي شويه رطب، وكل واحد على حسب اللي كيبغي الكسكسو ديالو يكون. هانتوما اخواتاتي، ما كيتعجن ما والو، واخا كتغسلوه ما تخافوش منه، كاين غير اللي كيرشوه، هو من الاحسن يتغسل دغيا، كيسلبي دغيا، كيتفور ليكم وكيرطب دغيا بلا ما تبقاو ترشوا انا ملي كتغسلوه كيرطب الكسكسو. الا ما جاش الحبه رطبه ما كيجي حرش في الفم، ما كيجيش زوين. ندير له اخواتاتي شويه ديال الملحه، الملحه على حسب الذوق كل واحد، و الملحه كما عارفه اذا ما كايناش في الكسكسو بحال الملحه راه دائما هي الذوق.
هانتوما دابا راه عاودت الكسكسو ديالي، غنعاود لها الجوجه والثالثه ان شاء الله ونوريكم عاد شنو غندير معاها. هاد الخوات تاع الكسكسو ديالي عاود تفور، دابا غنفور الكسكسو ديالي اخواتاتي، غنديرو نردو على يتفور ونرجع معاكم ان شاء الله لتفويره الجوجه. هانتوما اخواتاتي هاد التفويره الجوجه اخواتاتي كندير فيها شويه الزيت، كندير شويه الزيت باش ما ك غير شويه ما كنكثرش انا ليدان. هنا من بعد ان شاء الله غندير شويه ديال السمن في الثالثه، ندير التفويره الجوجه اخواتاتي قطنا ان شاء الله وحده. انتما تبارك الله كي تيجي ما حد كديروا له الماء بزاف، ما حد هو كيزكى وكيزيد هنا، الا ملي ما كديرولوش الماء بزاف ما كيتنفخش ما كيزيدش بزاف، هو تبارك الله الا درتو له الماء راه كيزيد. انتما اخواتاتي دابا غنرشوا بشويه د الماء، نزيد له شويه د الماء، هنا مازال انا كنحس الحبه ناشفه، راه تقريبا حتى يطرو نص د الماء على حسب الطعم اللي عندكم. هنا الكسكسو خصو يشرب وكتنفخ الحبه وكيجي زوين، ما تخافوش يتعجن لكم اخواتاتي. دابا انتم اخواتاتي غنردو ان شاء الله يتفور تفويره ثالثه وصافي ان شاء الله، وغنقدموه ان شاء الله. بغيت كنوري لكم المراحل اللي درت انا كامله للبنات الحفيدات والبنات اللي ما عارفينش يديروا الكسكسو، انا كنوري لهم وكل واحد يدير على حسب الافراد اللي عنده، كيلو كاين اللي كيدير نص كيلو، كل واحد وكيفاش. هانتوما اخواتاتي كيجي كيشرب كيجي كيتنفخ كيجي غزال. ودابا كنوري لكم الطريقه ديالي، وما كلشي تبارك الله كيعرف يدير الكسكسو. دابا اخواتاتي غنخليه يشرب شويه على ما يشرب داك الماء اللي زدت له، ونردو يتفور التفويره الثالثه ان شاء الله. هانتوما اخواتاتي هانتوما بعد ما طاب الطعام ديالنا درنا ثلاثه تفويرات، هانتوما كيجي رائع. غندير واحد المعلقه ديال السمن نتاع البلاد اللي كان عندنا، هانتوما اخواتاتي غنديرو هنا. دابا غنقدمو الكسعه ديالنا ان شاء الله. هانتوما الخضيره ها اللحم ديالنا ها طاب، ها الخضيره اللي درت معاكم ها هي طايبه. دابا اخواتاتي ملي غنسقي وغنرجع معاكم. هانتوما اخواتاتي من بعد ما طابت القسعه ديالي، هانتوما تبارك الله كي كتجي راه كتجي رائعه، كنتمنى تجربوها ان شاء الله وتحضروها لوليداتكم تانتوما، وبالصحه والراحه اخواتاتي.